سلام حبيباتي، جسبر كو فوزالي بيان. اليوم غتشوفوا معايا الموسكوت شو، وشوفوا الحجم تاعها كيفاه يطلع. و بو كيما نقولو فامي نومبغاز وجيهش، والله في الفم ما تحسيش بلي راكي تاكلي، تحس بالقطن. ولا نتمنى اختي تلايكي لا فيديو اللي يعجبك، هاد لا فيديو تاع اليوم فوالا. نتمنى اختي تجربيه وتشوفي كيفاش يجي هاد الموسكوت شو. هنا البنات درت كاس حليب، كاس زيت كما راكم تشوفوا، الكاس اللي تعبروا به ديروا به فوالا. انا عبرت من هذا الكاس، نورمالمون راه متواجد كاع عند الاخوات فوالا. هنا درت وحده سكر فانيي ولا ديري بودغ. ولا هنا درت خميره الحلويات لا لوفيغ شيميك، درت باكي ونص، باكي انا عندي في 11 غرام اون فيت لو تو ديري 16 غرام، 16 غرام تاع خميره الحلويات فوالا، ماشي زوج فوالا. هنا خمس حبات بيض. هنا السكر درت كاس ونص، وهذا كيرجع لك ليك تبغي تنقصي، تبغي تزيدي يكون حلو فوالا. كاس ونص غير بالكاس اللي عبرت به الزيت والحليب. وهنا عندي الكيسان ونص فرينة. هنا البنات درت البيض وزدت السكر وزدت لا سكر فانيي، وغادي نزيد قرصه ملح. وهنا كيما نقول لك نخلط الخليط هذا تاع البيض بيان بيان بيان، حتى كيما نقول لك يل تريبل دو فوليوم، يضاعف الحجم تاعه، يولي الخليط جون كيما يجي كي لاموس، ويولي بيض كيما راكم تشوفوا. هذا هو السر النجاح تاع الموسكوتشو، باش يجيكم هش وخفيف من الداخل. والله اختي جربيه تشوفي الموسكوتشو كيفاش يجيك. هنا زدت كاس زيت، باردون زدت كاس زيت. وهنا لا فيتاس ديرو فيتاس موايان، ما تجهدوش باش الخليط تاعنا ما يهودش، كي الخليط يكون يهود لكم ما يخرج لكمش الموسكوتشو بيان. هنا زدت كاس حليب، وتوجو كيما قلت لكم الفيتاس ديروها ما تجهدوش عليه. هنا غادي نزيد لا فارين ضربه وحده كما راكم تشوفوا، ونزيد لا لوفير شيميك داكور. وهنا نخلطها غير وحده، نخلطها فيت فيغي غادي ندمجوا مع بعض باش الخليط ما يهودناش، ما تقعدوش تضربوا فيه سينو يخسر لكم الموسكوتشو. الوغ هنا البنات تاعنا جي بوغي المول تاعي، دهنوه بالزبدة ولا غير بالزيت، ورشوه شوية لافارين هنا بوغ ايفيتي باش ما يلصقلكمش تو سامبلومون. هنا الخليط تاعي غادي نكبه عادي. البنات هنا تقدروا تانا درت سكر فاني، تقدروا ديروا زاز دو سيترون ولا زاز دورونج، هداك يبقى وشوا فوالا. هنا ندخله لو فوغ على 180 دوغ 180، وقت الطهي تاعي يتراوح حتى واحد 40 دقيقه ولا اون فيت. انا شعلت من تحت ودرت شاليغ تورنونت، ولا ديروه كويسون تراديسيونيل فوالا. المهم كي تدخلو خدمي يخرج لكم نشوف، عرفوه بلي طاب فوالا. هنا راه ديجا دخلته باش نوريكم، راني درت الشالغ تورنونت من تحت وشالغ تورنونت فوالا. الا كانت عندك لو فور في الفونتيلاتير من احسن، باش كاع اي حاجه في الكاطو تخرج تري بيان. هاو انت البنات الموسكوتشو تاعنا، شوفوا كيفاش طاب ما شاء الله. دابا خرجته من الفرن لفوق، دونك راه حامي ما نقدرش نخرب فيه، خلوه يبرد وتشوفوه كيفاش جا. راه نورمالمون دفا، راه عاد شويه ما بردش كاع، غادي نقلبوه بسم الله. هنا شوفوا كيفاش جا ما شاء الله، مازال البخار عاد يطلع. شوفوا كيفاش يجي عالي، شوفوا ما شاء الله قداش يطلع. انا غادي نقصوه البنات باش تشوفوا الانتيغيو كيفاه جا، شوفوا كيفاش هش جي فريمون مويلو. نتمنى ان شاء الله اختي تجربيه باسكو راه ناجح 100%. شوفوا كيفاش يجي ما شاء الله من الداخل، شوفوا كي لي بونج، غير بخمس حبات بيض ماشي ستة، وغير بساشي ونص تاع لا لوفير شيميك ماشي دو ساشي. وشوفوا كيفاش يطلع النتيجه تاعه، انا راه حامي كي يبرد عندنا من الاحسن. شوفوا كيفاش يجي ما شاء الله، خفيف فريمون خفيف. جربي اختي ولا جربتيه ما تنسيش تقولي لي في لي كومونتير. يلا البنات ما تنسوش تلايكوا لا فيديو، تهلاو في رواحكم والسلام عليكم.